كنجيو اليوم للتخليد اليوم الدولي لمناهضه الفقر في ظل واحد الشروط اللي تنامى فيها الفقر ورجع الوضعيه ديال ما قبل 30 سنه، وهذا ناتج على ثلاثه ديال العوامل اساسيه بالنسبه لنا. العامل الاول هي تداعيات كورونا واللي ما عرفناش كيفاش نتعاملوا معها، العامل الثاني هو الحرب الاوكرانيه الروسيه، العامل الثالث هو فشل ديال السياسات العموميه وعدم قدره الحكومه على التعاطي الجدي مع الاشكالات الاجتماعيه وخاصه ما يتعلق بالقطاعات الاستراتيجيه من تعليم وصحه وشغل وسكن. وكيف كنعرفوا كيضاف لهاد العوامل هذه العامل اللي هو نتيجه في حقيقه اللي هو ارتفاع الصاروخ للاسعار وارتفاع الصاروخ لاثمنه المحروقات، واللي ادى الى تراجع كبير في القدره الشرائيه على المواطن وتوسيع قاعده الفقر بالمغرب وتوسيع قاعده العطاله. احنا الان كنعيشوا واحد النسبه ديال العطاله جد مرتفعه، نسبه النمو الاقتصادي كما حددها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لن تصل الى حدود 1%، وهذا كارثه بجميع المقاييس، يبين الفشل الذريع ديال السياسه الحكوميه، ويبين انه الحكومه كتخدم بدون منهجيه وبدون خطط وبدون دي بريفيزيون بدون انتظارات مستقبليه. اذا مطالبنا هو تقليص الفقر، هو تخفيض الاسعار، تخفيض الثمن ديال المحروقات، ثم الاهتمام بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه خاصه الحق في التعليم والصحه والشغل وضمان الحمايه الاجتماعيه الحقيقيه، ماشي المزوره وماشي ديال الماركتينغ السياسي، حمايه اجتماعيه ورعايه صحيه لجميع المواطنات والمواطنين. وشكرا. اليوم الجبهه الاجتماعيه المغربيه كتخرج للاحتجاج في اليوم الدولي للقضاء على الفقر، رفقتها المكونات ديالها من هيئات سياسيه وهيئات حقوقيه. اليوم صوتنا واحد ضد الغلاء على الاسعار، ضد الارتفاع الصاروخي للاسعار وضرب القدره الشرائيه لكافه المغاربه. اليوم هناك استفحال الخطير اللي بيطالها في صفوف ديال الشباب، عدد من المواطنات والمواطنين فقدوا العمل ديالهم جراء الجائحه ديال كورونا. لازلنا اليوم نتجرع مرارة ما بعد كورونا، نتجرعها مع كافة الشعب المغربي. للأسف اليوم هناك ارتفاع صاروخي، هناك صمت مقبع للحكومة، هناك حوارات اجتماعية محتشمة الخرجات التي يطلون علينا بها هي خرجات للأسف محتشمة للغاية. لا يمكننا أننا نوقف أمام هذا الوضع كمتفرج، لكننا بطبيعة الحال سنقوم بدورنا الذي عاهدنا عليه كافة الشعب المغربي، الذي عاهدنا عليه أيضا الساكنة المراكشية. اليوم خرجنا للاحتجاج لنقول لا للاستمرار في ضرب القدرة الشرائية، لا للتفقير، لا لنهج السياسات التفقيرية، ونعم لمغرب الكرامة، ونعم لمغرب الحرية، وسنستمر في الدفاع عن الحقوق وعن الحريات إلى غاية تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.